مصدومة. كنت بنصدم إذا سويت عكس كذا. أنا كنت أعرف إن توبتك هذه كلها تمثيلية. أنا أكثر واحدة أعرفك زين. زيد لا يتوب ولا يعترف بغلطه. إي بس مشيتها عليك، صدقتي. ورجعت كل أملاكي. لا. أنا رجعت لك أملاكك لأنها كانت قيد برقبتي، وأنا اللي كنت أبي أتحرر منها. وإذا تظني إني قاعدة هنا علشان ما أقدر أتحرك، فأنت غلطان. حتى لو باسبوري معك، من بكرة أقدر أطلع واحد غيره. أصحى يا زيد، ترى ما تقدر تحبسني. أنت اللي لازم تصحين وتعرفين إنه ما في طلعة من هنا إلا للقبر، وممكن لشغلك إذا رجع عقلك لراسك. ايش يسوي هذا؟ ابو طلال يعني مو ناويين نقفل اليوم؟ شوفك سهران. اذا كم مخططات جديده، اجتماعات صباحيه، ندوات صحيه، يعني فكر بيها بالبيت مو هنا. بتتزوج؟ نعم بتزوج. الله يا ابو طلال، انا سنجل وسط بحر من الكابلات، بس اوعدك اذا كبلت راح اتكبل عليكم كلكم. عندك ام مريضه تنتظرك البيت ترجع لها وتسوي لها عشاء وتهمز لها رجولها. لا الحمد لله ماكو. اجل وش شوله مستعجل على رجعه البيت؟ وش هالكنز المدفون عندك في البيت وتبي طاير ترجع له؟ اجلس. وهاي جلسه خير؟ انا قاعد افكر بشيء. رب يسترك. ايش رايك بفهد؟ نعم يا اخوي، متى تبطل نعم و... إيه والاندهاش اللي انت فيه يعني يا اخوي؟ رياكشنات الاستغراب خلصنا انا وياك. انا قاعد افكر وابي حل. وش رايك بفهد؟ يعني اذا تفكر الطايره من الكافيه مثلا. بيرفكت. واصب. نعم حبيبي اصبر، اصبت في القسم الاول من جملتك. انا ناوي اطيره فعلا بس من السعاده والفرح. لا هي بسيطه، كلش بسيطه. انت بس لا تفكر بمشاريع بناءه، بالاخير طبعا يصير هدامه. اوكي، وهو راح يطير من ساعات، اضمن لك اياها راح تطلع من عيونه الساعات. تصدق فعلا؟ خذها مني.